لمزيد من التفاصيل من عدن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي، أهلا بك إياد. بداية، ثم ما بين تصريحات من جانب الحوثيين وتصريحات من الجانب الأمريكي والبريطاني، الحوثيون يتحدثون عن تنفيذ الطيران الأمريكي والبريطاني 4 غارات، فيما يقول الحوثيون أنهم استهدفوا 4 سفن يقال أنها تابعة لإسرائيل ومن بينها أيضا سفن تابعة لأمريكا. كيف تبدو الأوضاع وما هي طبيعة وحقيقة ما يدور في هذه المنطقة الآن إياد؟ طيب، في الحقيقة تفاصيل الأحداث في اليمن لدى الجانب الأمريكي المعلومات المؤكدة حقيقة. بالنسبة للرواية الحوثية اليوم أنه تم استهداف صباح اليوم 4 سفن، بينها 3 سفن إسرائيليتين وأخرى أمريكية، بالإضافة إلى أن هذه العملية تم تنفيذها في صواريخ وطائرات مسيرة. هذا حسب الرواية الحوثية التي جاءت متأخرة بعد إعلان الولايات المتحدة بيوم أنه في الساعة 3 صباحا من يوم 9 أبريل أنها تمكنت من إسقاط صواريخ كانت تهاجم سفينة أمريكية حقيقة، وأيضا اشتبكت مع إحدى السفن الأمريكية الحربية الموجودة في خليج عدن. هذه المعلومات جاءت تشير إلى اختلاف بين الروايتين الأمريكية والحوثية بشأن زمن وعدد السفن المستهدفة، وهو ما يضع بحسب كثير من المراقبين تساؤلات عن سبب تأخر إعلان الجماعة عن تنفيذ هذه الحادثة، خصوصا وأنها جاءت بعد فترة طويلة من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الحادثة التي اعتقد أنها كانت تستهدف السفن التجارية بالإضافة إلى السفن الحربية الأمريكية. بعد إعلان هذه الأحداث كان هناك ردود أمريكية من خلال تمثيل ضربات جوية الليلة على مواقع للجماعة في مطار جديدة في منطقة الجبانة بحسب المعلومات الواردة إلينا، أنه تم استهداف يعني منصات إطلاق صواريخ وأيضا أسلحة كانت يعني معدة لمهاجمة السفن التجارية. بالإشارة إلى هذه الأحداث التي تصاعدت خلال اليومين الماضيين في البحر، تقارير إعلامية نقلت عن مصادر محلية بشأن سقوط صاروخين، أحدهم في منطقة لودر بمحافظة أبيان جنوب البلاد، هذا الصاروخ كان وجهته أمس إلى خليج عدن، بينما الصاروخ الآخر أطلقته الميليشيا الجماعة أو الميليشيات في محافظة مأرب شرق البلاد. هذه كل المعلومات المؤكدة بشأن العمليات التي قامت بها الجماعة خلال اليومين أو خلال شكرا لك إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية متحدثا إلينا من عدن اليمنية.